أخفض منطقة على سطح الأرض. في مكان ما بين تقع أدنى نقطة على سطح كوكب الأرض. تنخفض عن سطح البحر ب92.3 متر، وهي أخفض نقطة سجلتها الأقمار الاصطناعية على اليابسة كما ذكرت الموسوعة البريطانية. في العام 1900 شهدت هذه المنطقة معركة بين مملكة فارس ومملكة الروم بين أدرعات وبصرة، وانتصر فيها الفرس. وفي العام 26600 للميلاد، أي بعد 7 سنين فقط، وقعت معركة أخرى بين الروم والفرس بقيادة هرقل وكسرى، وانتصر فيها الروم. في العام نفسه حدثت معركة بدر الكبرى بين المسلمين والكفار. هذه الحقائق العلمية والتاريخية الثابتة ذكرت بدقة في القرآن الكريم في الآيات الخمس الأولى من سورة الروم التي نزلت بعد انتصار الفرس على الروم، حيث تقول: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم أرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وهو العزيز الرحيم.